يلا بقى نروح مع بعض نشوف فقرتنا السياحية، واللي هنبدأها بأول خبر معانا عن الوكالة كافيه. الوكالة كافيه استوديو ومقهى بيقع في الدرب الأصفر، بيتفرع من شارع المعز لدين الله اللي معروف بأجمل الأماكن الأثرية والمميزة واللي موجودة فيه. اتأسست الوكالة عام 1887 عشان تكون قلعة للتراث الفاطمي وإحياء الروح التاريخية للتراث المصري الأصيل والثقافة والفن وتبادل الخبرات في مختلف المجالات من خلال الحفلات والعروض اللي بتقدمها باستمرار. وبتتميز كمان الوكالة بجوها التاريخي الفريد وموقعها المتميز. السياحة عنوان تقريرنا اللي جاي من الوكالة كافيه بشارع المعز. مرة وبتعبيه هنا وكان بتبيعه لما الناس القديمة دي توفت، يعني أولاد الناس الكبيرة دي بدأت تطور في المكان وبدأت تعمله الشكل اللي موجود ده، بالشكل الفاطمي الإسلامي ده. صور المنطقة، صور شارع المعز، والصور الناس اللي كانت عايشة في بعض الصور للمباني القديمة زي بيت الاحضار وجامع العيون. منطقة المعز فيها مساجد وكتاتيب قديمة جدا، كان زمان بيعملوا البيوت دي عبارة عن مسجد وكتاب. الأغاني أو نوعية المستمع مش زي زمان، كانوا بيروحوا يحضروا حفلات لأم كلثوم ويستنوها إن هي تعمل حفلات أو فريد الأطرش أو عبد الحليم، فما بقاش في النوعية دي دلوقتي. طبعا التكنولوجيا والإنترنت والحاجات دي، داونلود بينزل أغنية بيسمعها وهو في مكان، فاحنا بنبتدي نحافظ إن الناس تجيلك في مكان تاريخي زي ده وتقعد تسمع. في أجانب كتير بتدفع فلوس كتيرة عشان تيجي تستمتع لمدة أيام قصيرة بالكلام ده. أنا كمصري صاحب الحاجة دي من حق إن أنا استمتع بيها قبليهم هما، فلازم أنا أشوف الحاجة دي وأعرفها وألف فيها. وبحزن جدا لما بلاقي واحد مصري ما يعرفش الأماكن دي وما لفش وما شافش الأماكن دي. بعد هذه الجولة في قهوة الوكالة يكفيك أن تسمع رسالة من القائمين عليها بالقدوم لها، ولن تشعر بالندم أبدا. تعالوا شارع المعز مش هتندموا، وهتشوفوا كل جمال مصر القديمة فيها. بجد بجد اللي مش هيجي هنا هيندم. تعالوا منطقة الجمالية كلها والحسين ومش هتندموا أبدا. محمد أبو شنب، تين تي في.